بغية تنفيذ مخطط العمل الاستراتيجي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والمرتكز أساسا على التحسين المتواصل للخدمة العمومية لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا، تم اليوم تسليط الضوء على التطور الذي شهدته العيادة المتخصصة في الجراحة القلبية للأطفال طيلة 30 سنة ببوسماعيل. درنا اليوم المرة الأولى الأيام الدراسية للعيادة الطبية الجراحية لكلينيك بوسماعيل لتابع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، لنقف لتقييم مدى عملنا ومدى تطور لا بريزون شارج تاع مرضانا اللي عندهم تشويه القلبي في إطار الجراحة وفي إطار الجراحة الانترفنسيونال. و 30 سنة من عطاء لتقليص فاتورة ترانسفير دو سوان لترانجي. ويهدف هذا اللقاء إلى الرفع من كفاءة الأطباء الممارسين من خلال تبادل الخبرات بين المهنيين الصحيين وتحسين الأداء. طورنا الأداءات وسي وين حنا ماشيين، حنا نخدموا باش نسيرتيفيو لي سيرتيفيكاسيون ايزو في إطار تسيير هذه لا كلينيك. والحاجة الأخيرة هو دخلنا لوتي انفورماتيك وليتيك في تسيير هذه الأداءات. تحسين عملية التكفل بأمراض القلب سيسمح من دون شك في بلوغ الأهداف المرجوة في مجال التحكم في النفقات وتقليص من تحويل المرضى للعلاج في الخارج.